دلوقتي فكينا كبسولة الإرباد، واحنا بنفكها من جنب الطارة بنزق اهو كليبس كده عشان ننطر الأجزاء بتاعة الكبسولة دي. بعد كده هنفك الطارة، هنفك المسمار ده، بعد كده نشيل الطارة بره. نشوف لو مفيش علامة، فبنعمل احنا علامة عشان لما نيجي نركب الطارة تركب في مكانها العدل. بس كده فكينا الطارة. شريط الإيرباك. نفك المجموعة دي، في مسمار تحت. اللي ماسك المجموعة دي كلها ونفك الفيش بتاعتها. الفيشة اللي في المجموعة دي كلها بتتشال، بتاعت النور والكلاكس والإرباج والمالتي لو العربية فيها مالتي. كده المجموعة طلعت، هنلف بقى شريط لحام او تيب على شريط الارباج علشان ما يلفش واحنا خالعينها. فلو مكان الشريط بتاع الارباج ده اختلف لما نيجي نركبها ونلف تركب العربية وتتقفل، اول ما هيجي يلفف الدركسيون شريط الارباج هتقطع لان هو بقى في مكان غير مكانه. هنفك دلوقتي الحتة اللي حوالين العدادات، هي راكبة كبس. هنفك العدادات، راكبة تحتها بأربع مسامير من الناحية دي واتنين من الناحية دي. الفيشة بتاعت العدادات راكبة الناحية التانية. فك الأوائل الفبر بتاع القوايم ده وراكب كبس. نفس الطريقة وبيتفك القايم التاني. فك واحدة التكييف.
كده خلاص هي بقت ورا التابلو، بحيث ان احنا لما نرفع قشر التابلو هي تسقط جوه. المصابير اللي هنفكها هنا، دي واحد، التاني هنا، في ورا هنا واحد، والناحية التانية زيه بالظبط. ده غير بقى المسامير اللي تحت، هنفكها من تحت هنا، وفي الجناب تحت الدرج هنا، من هنا كده هنفك كل ده. هي في الطبة دي هنا، تحت الطبة دي في المسمار، هنفك كل ده وبعدين نفك القشرة بتاعت الإيرباك، قشرة التابلو سوري، هنفك تابلو القشرة بتاعت التابلو كله، وبعد كده نطلع الهاوسنج اللي فيه الكويل بتاع التكييف.